اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى كده والفضائيه المصريه في انحاء العالم بنستمتع نخش المطابخ العالميه. النهارده معانا المطبخ صيني والطعم الصيني والتوابل الصيني ولكن بخفه دم مصريه. يعني ايه يا مغازي؟ يعني اخواننا في الصين بياكلوا المكرونه، بياكلوا فراخ، بياكلوا لحمه، بس لهم طريقه في اعداد الاكله. ربنا سبحانه وتعالى وزع نعمه على البشر بالتساوي. معانا النهارده الرومي، هو الصينيين بياكلوا رومي؟ معانا النهارده صدر ديك رومي لطيف وحلو، وزنه يعمل تقريبا كيلو وربع صدر لوحده، يعني مش الديك. هنعمله النهارده فرايد كريسبي مع سويت شيلي. سويت شيلي بيتباع في المحلات بره علبه قد كده، يعني تقريبا 2 سم، بتعمل لها مبلغ وقدره. انا هخليكي تعمليه في البيت مع فراخ مع لحمه، تاكليه بألف هنا وشفا. معانا النهارده النودلز اللي هي المكرونه المتصنعه من الرز. دي الرز ده له استخدامات كتيره قوي. فمعانا النهارده النودلز مصنعه منه زيها زي المكرونه، ولكن الطعم هنا مختلف، بتبقى خفيفه على المعده شويه، بما ان اليابانيين والصينيين عاشقين للرز المصري بتاعنا في السوشي. هنعمله النهارده مع بعض النودلز بالخضار، لها تركايه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مع من غير بقى الوايت صوص والكريمه والحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه المطبخ الطلياني. هنعملها النهارده صيني مع بعض ونشوف ازاي نعملها بالجنزبيل وتشكيله من الخضار. خلي بالكم الخيار هيخش فيه تشكيله الخضار، ونشوف ازاي ندخل انواع الخضار في الطبق بتاعي. معايا سلطه النهارده انا بسميها بتقاوم الانيميا، الاطفال اللي عندهم انيميا، مشاكل الانيميا، البنجر مفيد جدا. وعندنا السكر اللي هو سكر البنجر، فالبرجر غني بالسكريات، فالنهارده هنعمله ونقدمه بطريقه صينيه لطيفه، ونعمل الصلصه الصيني اللي هي عباره عن صويا صوص وزيت سمسم وجنزبيل. هل البرجر هنا هيبقى طعمه مقبول؟ هنشوف طبعا، لان البرجر ده له مذاق خاص جدا، وخاصه بيتميز بالسكريات اللي موجوده فيه. حلقات النهارده بسيطه سهله، بنتجول داخل المطابخ العالميه كل يوم ثلاث من كل اسبوع، ونشوف ايه اسرار المطابخ الصيني، الطلياني، المكسيكي، الياباني وهكذا. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد في معلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. للنهارده المطبخ مميز شويه، انا بحب المطبخ الصيني والياباني عموما، يعني سهل طبعا في الاعداد والتنفيذ، تلاقي الحاجه كده مزمبلاس متحضر شويه، هو متعب شويه في التحضيرات يعني، اما قصه النار دي مفيش حاجه متسبكه بقى، والتواجد عندهم قليل جدا. خلونا نطلع نبدا الاول باول حاجه، ازاي نعمل صدر الديك الرومي على الطريقه الصيني. اخواننا حبايبي اللي على السوشيال ميديا، صدر الديك الرومي على طريقه المطبخ الصيني. ما انا ديك رومي صدر كبير، مش لازم نجيب ديك رومي وزنه 5 كيلو. معانا صويا صوص، زيت سمسم، جنزبيل طازه، ثوم طازه، وطبعا شويه ثوم طازه كمان، وعصره الليمون بتاعتنا اللطيفه، وشويه نشا. حلو الكلام. ومعانا طبعا الكريسبي بتاعنا، دي الذره، الكريسبي بتاعنا دي الذره اللي هنعمل فيه الخلطه بتاعه الكريسبي. ممكن ان احنا نعملها بقسماط، بس انا مش حابب بقسماط. ايه هي الخلطه دي يا عم الشيف؟ دي رقائق الذره المطحونه الناعمه. حلو. المطبخ الصيني بريء من الكزبره والكمون، الكزبره والكمون ممكن ندخل كزبره خضراء فيه، اما التوابل العربيه المطبخ الصيني مش بيحبها، هم مش بيستطعموها زي احنا كده، قليل جدا لما نستخدم الصويا صوص. واستخدامنا للصويا صوص من يعني من مش من بعيد قوي، من قريب بدانا نستخدم الصويا صوص، صلصه المحار، السويت شيلي، الحاجات كلها اللي احنا عارفينها ديت، السكريات في الصلصات بتاعتنا وهكذا. صدر الديك الرومي المحترم ده كده معايا، طبعا بنشيل الجلده من عليه بالشكل ده كده، وتعالوا مع بعض نقطعه ونتبله على الطريقه الصيني، ما نخليش فيه طبعا عظم، بناخد العظميه دي كده. طبعا انت ممكن تشتريه من عند الراجل بتاع الفرارجي او محل الجزاره، مش لازم تجيب ديك رومي وزنه 5 كيلو 6 كيلو ويقعد في الفرن 10 ساعات على ما نسويه، يخلص انبوبه البوتاجاز. حلو زي ده كده اهو، اخليه كده من العظمه دي اللي هي القروشه دي كده او الدبوس بتاعه، واخد اللحم ده يا عم الشيف ونتبله على الطريقه الصيني. معانا عود كرفس، ما نعمل بوكيه جرنيه. بوكيه الجرنيه ده من عم الشيف، فص جنزبيل حلو كده بالشكل ده كده، بنحطه في الميه اللي بتغلي على النار. عود كرفس، يعني بنجهز شويه ميه، عشان انا مش هستخدم هنا مكسبات طعم، مكسبات الطعم بتاعي من بين ايدي، من بين اصابع ايدي العشره.
الميه اللي انا هستخدمها دي اللي بتغلي على النار او البوكيه جارنيه هستخدمها في النودلز بتاعتي اللي عاملها بالخضار، هستخدم منها شويه في تصنيع السويت اند ساور. حلو الكلام اهو، او السويت شيلي بتاعنا اهي البصلايه كده بتغلي في النار زي الفل، وحطيت جنزبيل، احط كمان فص ثوم، دي مهمه جدا على فكره اهو، وتعمليها خلصت شغل في المطبخ بتسيبيها لما تبرد وحطها في ازازه في الثلاجه. خلصت شغل وطلعت من المطبخ خليها تبرد على راحتها خالص، وازازه الميه بتاعه الاكل بعد ما تبرد تتعاملي معاها عادي مش دون تكلفه، وحطيها في قلب الازازه واكتبي عليها كده شوربه مثلا ايا كان علشان تستخدميها في اطباق مختلفه صحيه تبقى لطيفه وجميله. هناخد معلقه صويا صوص، ناخد الموزه بتاعه الديك الرومي ده كده، والديك الرومي فيه موزه اهي شايفين، ناخدها نقطعها بالشكل ده كده. سلطة الكرنب، بنجيب الكرنب نقطعه جوليان شرايح، وناخد كمان الحتة الجميلة دي كده بتاعت الديك الروم اهي الناعمة دي كده، نقطعها بالشكل ده كده. هنا ديك الروم معانا كده يا فاروق زي الفل حبيبي اهو، حبيب والديك الله يبارك لك يا رب. حلو، تقطيعنا للصدر بتاع الديك الرومي لازم بحنيه بقى، عشان الصدر الديك الرومي ده دافعين فيه كتير قد كده، فيبقى لازم يتقطع بالشكل ده كده اهو عشان ده لما يتحمر. وخلي بالك صدر الديك الرومي غير الفراخ، لحمه بيبقى قاسي شويه يعني محتاج لعمليه تسويه، فده فرايد يعني مقلي، فلازم اقطعه رفيع صغير كده تقريبا كله باحجام واحده علشان لما يتحمر في قلب الزيت ما تطلعليش واحده ناشفه وواحده طريه الشكل ده كده. على فكره لو انت احنا مثلا عدد افراد الاسره، حسب عدد افراد الاسره بنخلي جزء من الديكر من الصدر ده كده نعمله في يوم تاني مثلا بيكاتا، تتعمل شرايح وتتعمل مع دقيق مع زبده وليمون، دي البيكاتا، بيكاتا تديك الرومي الشكل ده كده، او بنقطع منه شويه مع النودلز اللي هنعملها دلوقتي وتبقى النودلز بالديك الرومي، وهكذا. احنا بس بنتجول كده وافكار مع بعض يعني، لان طبعا المطبخ الصيني طبعا برضو غني وفيه افكار كتيره وفيه اطباق كتيره مميزه مش عند طبق واحد وبس، خلي بالك خاصه الاسماك بالشكل ده كده. ما شاء الله ربنا مبارك في الديك الرومي كانه خروف معايا حلوة. هنتبله ازاي ده بقى؟ لا زبادي طبعا ولا سماء ولا دبس الرمان، الشغل بتاع الشام ده اللي احنا عارفينه طبعا وعملناه كتير. النهاردة الموضوع مختلف تماما، بنحط معلقة من زيت السمسم. ما انت قلت مادة دهنية مفيش يا شيف، لا الموضوع هنا مختلف، معلقة صغيرة كده، انا عايز الانسجة بتاعة الديك الرومي تشرب زيت السمسم، يعني اوميجا 3، يعني ننشط الذاكرة. الطلبة اللي بيذاكروا الرياضيين اللي بينسوا عايزين يحفظوا التعليمات بتاعتهم والدروس بتاعتهم يستخدموا دايما زيت السمسم في الأكل بتاعهم. معانا التوم طازة، التتبيلة دي مهمة جدا. معانا جنزبيل، هناخد الجنزبيل ده يا عم الشيف ونبشره على التومة ناحية فين اهو. حلو، الله ريحته حلوه قوي الجنزبيل الطازه ده، يعني ممكن يكون سعره غالي شويه نفس سعر التوم بس خليه دايما عندك في الثلاجه. مشروب الجنزبيل بالقرفه كلنا عارفينه ده مشروب شتوي، احنا في ايام الصيف مفيش مشكله، بس ممكن تحط حته كده صغيره مع اي عصير بتعمليه لاولادك. حلو قوي. الصويا صوص، لازم الانسجه بتاعه الديك الرومي تشرب الصلصه دي، مش هنحط ملح طالما حطينا صويا صوص ما نحطش ملح تماما، ونقلب دول كلهم مع بعض توم طازة، جنزبيل طازة، صويا صوص معلقتين، ومعانا كمان معلقة زيت سمسم. أصبحت إن الفراخ هنا بتتكلم صيني بس بخفة دم مصرية. النشا هنا بقى له دور كبير قوي هو اللي بيثبت الخلطة دي كلها مع الغلاف الخارجي للديك الرومي، ونقلبهم كده ونخليهم على جنب. إيه اللي هيحصل بعد كده وهنكمل مع بعض الكلام ده تقريبا بعد 20 دقيقة من التتبيلة دي الله، هو ده، شفت الخلطة دي زي الفل.
تمام، هنخليها على جنب، خلصنا منها بالشكل ده كده، ونكمل مع بعض. ايه يا شيف؟ معانا رقائق الذره، بتجيبيها بتطحنيها بالشكل ده كده، وبتبداي انك انت تغلفيها برقائق الذره وتحمريها في قلب الزيت. بس الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده قبل تقديم السفره مباشره، يعني بتخليها في قلب التلاجة لو الجو حر عشان فيها توم وجنزبيل، وتستخدميها من هنا على رقائق الذره المطحونه الناعمه. لغايه كده زي الفل. ممكن على فكره حاجه بديله تانية تحطها في دقيق، بس في الحاله دي هنستخدم ميه مع الدقيق علشان تطلع معايا كريسبي، اما مع البقسماط مش هنستخدم ميه. دي الطريقه السهله البسيطه، اه بالشكل ده كده. انا مش هشتغل دلوقتي خالص في دي، خليها على جنب كده، واخد بعض واطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل صدر الديك الرومي من المطبخ الصيني. معايا نودلز النهارده اللي هو ديق الرز، عملناه نودلز مع الخضار بالطعم الصيني. معانا حتى البنجر النهارده هنقدمه من المدرسه الصيني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا المزمبلاس والتحضير، مزمبلاس يعني مصطلح لغوي طاوي يعني التحضير. التحضير ده نص الوقت بيضيع في المطبخ في ان انا اقطع شويه خضار شويه جزر وهكذا. طبعا في الفاصل بتاعنا انا قطعت الخضار بالشكل ده كده، واعتقد ان انتوا شطار دلوقتي في مسك السكينه، وانك تقطعي البصل جوليان يعني شرايح، الفلفل وهكذا. ان انا ادخل الخيار في الطبق بتاعي النهارده دي حاجه جديده. اهو اخواننا في الصين بيستخدموا الخيار ده في بعض الاطباق بتاعتهم، اذا كانت نودلز بالخضار، لحوم، دجاج وهكذا. ده الخيار اهوت زي الفل، قطع بالطول كده. طبعا بتجيب الخيار اللي هو ما يكونش عامل زي السفنجه، يعني تبقى الخياره كده مش طريه، ده مهمه جدا على فكره. اه قطع بالشكل ده كده خيار، فلفل شرايح كده، ومعانا كوسه برضو، تشكيلة من الخضار محترمة من قلب التلاجة اللي عندك، اللي الخضار قاعد فيها بقاله أسبوع مش عارفة تستخدميه إزاي، في الآخر بتحطيه في كيس مصيره لفين مش عارفين. لازم نصيحة مني، بتعملي شوبينج عايزة تخش المطبخ النهاردة تفردي عضلاتك وتعملي أكل حلو لولادك، تفردي عضلاتك يعني تعملي حاجة إبداع يعني، حلو الكلام؟ تعملي إيه؟ أول حاجة تفكري فيها تفتحي التلاجة وتعملي عملية جرد. زي واحد كده داخل مثلا محل يشتري ملابس، بيشوف جوه جيبه فيه كام، فيه 2000 جنيه، بيخش على محل هيتحمل ال 2000 جنيه، فيه 200 جنيه بيخش على محل فيه 200 جنيه. الجنزبيل الطازه ده معانا زي الفل، معايا طاسه شديده الحراره هنا، بحط الطبيعي معلقه من زيت السمسم معايا هنا، مع معلقه زيت عاديه. زيت السمسم ما يتعرضش لنار كتيره لانه فليفر وطعم اكتر ما هو تشغيل على النار. اول حاجه بنزل بيها طبعا هنا يا عم الشيف البصل، بياخد وقت كبير بالترتيب كده زي الفل. ومعانا الجنزبيل الطازه، التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص، ونقلب الحاجه دي كده كلها مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ده الخضار بتاعنا اللي هو بتاع النودلز. اه واحنا شغالين كده، طبعا اخواننا في الصين ما بيحبوش الحاجه متسبكه. ننزل بالفلفل الالوان بالشكل ده كده، وانا عارف مخرجنا الجميل بيحب الالوان الحلوه دي كده. كل ده خضار، اه الطبق ده يتميز بتشكيله الخضار وتنوع الخضار اللي فيه. هنقلب دول مع بعض، واحدة واحدة كده زي الفل. في حالة التقليب ده يا عم الشيف بنعمل ايه؟ اه بنحط شوية الصويا صوص. الله، ما تحطيش ملح، الملح ملوش مكانة بينا، خلي بالك. بنحط هنا معلقة كاتشب صغيرة، ومقادير النودلز على الشاشة. أكل صحي نقول، أكل هيلثي نقول،
اكل امن نقول، هي دي طبيعه المطبخ الياباني والصيني اهو، لان استخدامه للماده الدهنيه قليل جدا. ده توم طازه اهو، نخلي ده كله على النار كده يا عم الشيف، كل ده على النار. هنعمل ايه بقى؟ انواع النودلز في المطبخ الصيني كتيره قوي. طبعا الوسابي صوص اللي بنسمع عنه في المطبخ الياباني، بما ان احنا في الصين لانهم بيستخدموه كمان، في نوعين. النوع اللي هو الكريم اللي بيتباع فيه امبول زي معجون السنان ده كده عارفينه، وده بيتباع وبيجي تصدير عشان نبقوا عارفين. وفي الباودر ده موجود برضو تصدير. بيتعمل من ايه الوسابي عشان نبقوا فاهمين؟ بيتعمل من الفجل. ويا سلام لما الفجل بتاعنا ده الابيض الحلو او الاحمر يخش في المطبخ الصيني، دي طازه زيه زي الجنزبيل. شفتوا الجنزبيل البودر؟ هو نفس القصه. تصنيع الوسابي صوص بيتعمل من جذور الفجل. الدرنيات عموما كلها فيها طعم الحموضه شويه وطعم السبايسي شويه، اذا كان فجل، اذا كان فجل ابيض، فجل احمر، جنزبيل، ثوم وهكذا. كل ده على النار. مش هنسلق المكرونه هنا بقى، بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد النودلز بتاعتنا دي كده اهي. زي ما هي كده اهي. حلو قوي، زي ما هي. ومعانا السائل بتاعنا بيغلى على النار، الميه اللطيفه دي، البوكي جرني بتاعنا اهو. خلصت انا الشغل، شفت المطبخ الصيني لطيف ازاي؟ عايز اخليه الاسبوع كله اهو. احط دول كده واغطي الحله دي او الطاسه دي اهو. اخواننا الصينيين لما بيطبخوا طبعا الاكل بتاعهم في الشوع في الشارع او يعملوه للمحلات، بتبقى النودلز دي مسلوقه والخضار ده جاهز، بيقلب دول كلهم مع بعض على جريلا. لا انا رحت الصين وقعدت في كوانزو، كنت رايح اقعد عرض كده معرض بيعملوه في كوانزو بتاع ادوات فنادق، فكنت رايح اقعد 5 ايام، قعدت 3 شهور. عجبني الجو هناك. هنقفل الحله دي كده ونسيبها بس خلاص. بعد 5 دقايق من الان تقريبا هنلاقي النودلز دي اللي طلع البخار. ايه الصوره الحلوه دي؟ الله يبارك لك يا فاروق. هيطلع البخار بتاعنا، الخضار، كل ده. هتلاقي النودلز دي فكت واتقلبت مع الخضار، ادت شكل حلو. تشكيله الالوان بتاعه الخضار مع البياض بتاع النودلز يبقى اكيد الطبق يفتح النفس وشهي. اهم حاجه ايدك ما تجيش على الملح. طيب خلصنا كده النودلز بتاعتنا. عندنا الفراخ نبدا في تحميرها. ايه الاخبار؟ نجهز الزيت بتاعنا وناخد الفراخ دي كده ونروق الكاونتر بتاعنا زي الفل، واحده واحده كده عشان تعرفوا جمال المطبخ الصيني او الياباني. الاثنين ولاد عم والاثنين مدرسه واحده. اخواننا اليابانيين كل يوم يفطروا الرز المصري بتاعنا ده، فطار غدا عشاء، زي طبق الكشر عندنا ده كده. الرز يتعمل ازاي؟ السوشي، الرز طبعا المصري ده بيتسلق، معلقتين خل الرز، وبعد ما يتسلق كويس بيتحط في عمليه التبريد، ولازم يستوي جامد علشان يبقى معجن عموما من الاخر. يعني انت بتعجن الرز دلوقتي بتقول الرز مش هاكله، وبعد كده يخش على مرحله التبريد ويتعمل السوشي بقى. سوشي بخضار، سوشي باللحوم المجففه، لحوم مجمده، ايا كان. ولكن احنا في مصر هنا مش بنميل قوي للاكل ده الا اذا سافر وجربنا الاكل ده، ولكن انا بحب السوشي مع اللحوم المستويه، اذا كانت فراخ مستويه، سمك سلمون مستوي، دجاج مستوي وهكذا. فطبعا معانا الدجاجه اهوت زي الفل، تعالوا نعمله مع بعض كريسبي واحنا واقفين مع بعض زي الفل. حلو قوي. بشيل كده الفراخ من هنا اللي متبله جاهزه بحطها هنا. عندي درجه حراره الزيت عاليه اهو، لازم كل واحده تشال لوحدها. ممكن تحط شويه فليفر على رقائق الذره ده كده، ممكن تحط شويه وسابي صوص من اللي عندنا ده، هيبقى سبايسي قوي لو ولادك بيحبوه. مفيش مش على فكره الوسابي سبايسي قوي بس مش مضر للجهاز الهضمي. خلي بالكم في الصين الوسابي ده بيحطوه على الجمبري، يحطوه على اللحوم كده وياكلوه زي المايونيز. حلو؟ عشان نبقوا عارفين ايه الدنيا. مش بيحبوا الشطه اللي هو الفلفل الحار بتاعنا. بيستخدم يعني في اطباق خضار مش كتير قوي يعني. بالشكل ده كده ونقلب دول كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ودخلنا مطبخ من المطابخ العالميه. جوزك بيسافر له شغل في الصين وراجع، الراجل بقى نفسه هفاه على مطبخ صيني. ايه المشكله لما اتابع القناه الاولى واشوف الشيف المغازي كل يوم ثلاث بيروح بلد مختلفه؟ وهذا كان يوم الراجل ما ياكلش بره. ما يقولكيش مثلا ممكن ناخد بعضينا ونروح مطبخ صيني ناكل، هندفع فلوس قد كده ومش عارفين الماتيريال بتاعنا والجو ده كله. انا ما بقولش ضد ده، ولكن لما تعمليه في البيت اكيد له طعم تاني خالص. لازم تضغط عليها بيدك كده
ودرجه حراره الفرن عندي سوري درجه الزيت عندي عاليه، ايه اللي بيتحمر ده يا شباب؟ ده ما يتقلبش كتير بقى، ما تقعديش تقلبي بالشوكه والمعلبه، سيبيه زي ما هو كده يتحمر زي الفل. حلو، تعالوا نشتغل شويه كمان لان عجبني الجو على فكره. انا لوحدي كده عايز اكل 20 واحده ولا حاجه. اه التحميره دي ده ما يتقلبش كتير بالشكل ده كده. اهم حاجه التتبيله تاني استاذ رحاب بعد اذنك، نطلع بمقادير عمايل الديك الرومي من المطبخ الصيني، نريح الديك الرومي من المساج كل يوم عسل وقرفه وسكر وكزبره وتوم الجو ده. جبنا صدر الديك الرومي يكفي اسره، حطينا توم طازه، حطينا جنزبيل طازه، حطينا معلقه نشا عشان تتماسك كل التوابل في قلبه، وتبلناه عصره ليمون صويا صوص زيت سمسم، مسكنا الديك الرومي قطعناه بالشكل ده كده زي الفل اهو. ويبدا عندنا زيت شديد الحراره، التحمير ده مهم. نقلب دول كده زي الفل. حلوه، ونمسك واحده واحده احنا واقفين كده. انا ما بحبش موضوع البنيه ده خالص، من زمان حضراتكم عارفين. ليه بقى؟ بحس ان انا مقيد اليدين. حلو زي الفل كده. عينيه، عايز تشوف الحلاوه، ايه الحلاوه؟ الخضار النودلز. عايز تشوف المكرونه وصلت لفين؟ تدفع كام حبيب قلبي حبيب والديك؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. النودلز فين؟ راحت فين النودلز؟ راحت فين؟ اهي بص عليها كده مع بعض. ايه الحلاوه؟ اهي شفت الجو ده كده زي في قلب الخضار، تفكها كده تتعامل مع الخضار زي الفل. ارفع حالك كمان حبيب قلبي. بالشوكه كده ترفعيها. دي كانت معانا من شويه صلبه القوام صلبه الشكل. نودل زي اتفكت خدت لون. طبعا هتقولي اللون ده منين؟ الوان الخضار الفلفل الوان. انا حاطط معلقه كاتشب هنا، حاطط صويا صوص. زي الفل. محتاجه كمان شويه بوكي جرنيه. شفت انا اهتميت بالميه ازاي؟ حتى العظمه اللي طلعت بتاعت الديك الرومي استخدمتها حطيتها في قلب الخضار. الله، طبق ده انا بعشقه. بنشوف على السوشيال ميديا بتلاقي اخواننا الصينيين واليابانيين يحطوا قدامه طبق دي ده مرتين وزلطوا في لمح البصر. نطلع فاصل، حابين نطلع فاصل، هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل النهارده دلوقتي نشوف مع بعض اسرار المطبخ الصيني ولكن بخفه دم مصريه، حتى الديك الرومي ما سلمش مننا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبستاذن مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. الديك الرومي في قلب القلايه بتاعه الزيت، احنا واخدين فكره عن الديك الرومي لازم يخش بزفه جوه الفرن، تعمل له بوكي جرنيه وصينيه ويتعمل له مساج. ديك رومي يا اخوانا عندنا في البيت، نسيب نعدي كده من علينا؟ لا ابدا، لازم ياخد البوكي الجزر والكرفس والبصل والثوم ومعلقه العسل والقرفه ويتعمل له مساج من الداخل والخارج. النهارده جبنا صدر الديك الرومي زي الفل، اتقطع بشكل لطيف متساوي، حمرناه عملناه كريسبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ اهو زي الفل. ده على فين يا عم الشيف؟ هو ده. ده بقى عدله ايه؟ ممكن نقدم معاه مايونيز كاتشب، بس دي فيه صويا صوص وجنزبيل وزيت سمسم. ما تيجوا مع بعض نعمل سويت شيلي كده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم. حلو، هنعمل هرم اهو من الديك الرومي. بسم الله، ده صدر ديك رومي شايفين ملا طبقين، اللهم صل على كف العيله والجيران والحبايب وكل الاسره. قطعه من دي زي الفل. نشوف مقادير السويت شيلي يا استاذ رحاب بعد اذنك عشان نعمله في البيت وما نشتريهوش من بره. كاتشب، عسل ويجعل ايامنا كلها عسل، جنزبيل، توم، ماء مغلي زي اللي معايا ده كده. حلو الكلام اهو زي مكانه، ومقادير السويت شيلي على الشاشه. ايه الحلاوه دي؟ ايه فرسان التلفزيون المصري؟ حلو قوي، تمام. تعالوا نعمله مع بعض كده.
ايه النودلز الحلوه دي يا عم الشيف؟ هو ده هو ده. يا الله يا الله حلو. ده النودلز الصيني بتاعتنا الجميله الحلوه، هي بتفرز كده كده نشويات قوام. يلا يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو 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 ايه الحلاوه دي؟ اهو اللهم صل على النبي. اهو شويه نودلز دي الرز تتباع في السوبر ماركات الكبيره، خلي بالك ما تقوليش بقى اعملها في البيت، دي مش مكرونه سباكيتي. اهو هو ده. على فين يا عم الشيف؟ نوسع الحاجه الحلوه دي كده عشان عايز اعمل السويتش اللي ده كده على الرواق. ونشيل ده من هنا. الف هنا وشيفة ليه اللي ياكل. ده مكانه فين مخرجنا الجميل؟ زي ما تحب. وجنبين نودلز قبل وبعد. حلو، تعالوا مع بعض نعمل السويتش اللي معانا. العسل، معانا النشا، كاتشب، صويا صوص، توم طازة، جنزبيل طازة، كل دول دلوقتي هنستخدمهم مع بعض سريعا في قلب طاسة على النار أو حلة صغيرة كده، لأن دي مش كمية كتير. زي الفل، واحدة واحدة كده مع بعض. أعمله بطريقتي، وده اختراع، ما هوش بقى الشيف حط كاتشب والمفروض يحط سكر وهكذا، لا خالص. معانا فلفلة حلوة زي الفل تمام. والطاسة بتسخن على النار كده، ونحط التوم التوم الجنزبيل، ما تستناش عليه لما يتحمر، خلي بالك ده ما يتحمرش خالص بالشكل ده كده. بنحط الفليفله الحلوه، بنحط الكاتشب، بنحط العسل، ويجعل ايامنا عسل. اهو تقليب سريع كده، اهو شايف اللون ده كده، اهو شفت اللون بيطلع ازاي؟ واحده واحده. سويت شيلي يعني حاجه سبايسي كده محليه. ارفع ايدك انت مصر. زي الفل. شويه شوربه اللي انا عاملها من شويه اهي، زي الفل. تعالي يا بصله، مش عايز كده، مش عايزك، خدت الطعم بتاعك خلاص. ونقلبهم كده، وتعال ناخد معلقتين نشا حلوين كده زي الفل. معلقه خل صغيره، وجود الخل هنا ممكن يتحفظ يوم اتنين تلاته، الخل بيخش في عمليه الحفظ، جايه من تخليل. حلو، معلقه نشا صغيره. انا عايز اعمل السلطه دي سريعا كده، وانا هستخدم السويت شيلي في السلطه بتاعتي، خلوا بالكم، فعشان كده انا بدات بيها. بدوب شويه النشا دول كده سريعا بس خلاص، وننزل ناخد قوام للسويت شيلي. واحنا واقفين. زي الفل، دابوا كده تمام. لا يا عم، كريمه لباني مين يا غالي؟ هي اي حاجه بيضه كريمه لباني يا فاروق؟ كريمه لباني دي، كريمه لباني دي في المطبخ الطلياني. شايف القوام ده كده واللون؟ بس خلاص، نشيل كل ده من هنا. حلوه، وتعالوا مع بعض نقدم الصلصه الحلوه دي كده، انا بحبها مع الفراخ الكريسبي. زي الفل. نقدمها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعم يا غالي، عينيا حبيب قلبي. زي الفل، الصلصه اهيت بنقدمها. ايه الحلاوه دي؟ ايه القوام ده؟ طبعا القوام ده دي دلوقتي في درجه حراره، ده لما يبرد هياخد القوام بتاعه. بنقدمها هنا زي الفل جنب الفراخ بالشكل الحلو ده كده. السفره بتاعتي جاهزه، تعالوا نعمل السلطه بتاعتنا سريعا. شوف مقادير سلطه البنجر على الشاشه بعد اذن حضراتكم. بنجر مسلوق، معانا طبق حلو زي ده كده، تعالوا نعملها مع بعض سريعا، هتعجب حضراتكم ان شاء الله.
البنجر غيرنا المدرسة بتاعته النهاردة، معروف عنه أنه بيتاكل في بعض المطاعم الفاست فود، تبقى سلطة كده بتاخد ساعات جزر، بتاخد مايونيز، بتاخد زبادي، بتاخد كريمة. تعال نعمله على طريقتي كده سريعا واحنا واقفين مع بعض، وانا خليته للاخر علشان نكسب وقت البرنامج بتاعنا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بنجر سكينة حامية. البرجر عشان تسليه، وعايز اقول المعلومة دي للسادة المشاهدين، معلش، من الدرنيات زي البطاطس، بتلاقيه عند الراجل بتاع الخضار في طينة. حذاري تاخد البطاطس او البنجر او القلقاس، كلهم واحد يعني، وتسليه بالطينة بتاعته. مهما تعالجي في الموضوع مفيش علاج، خلي الطين اختلط بالميه بتاعت السلق، فده غلط. خلي حتى البيض لو هتسلقه بيض، شيل البيض اللي جاي في الطبق بتاعه واغسليه بشويه ميه واسلقيه، ده الطبيعي. البرجر بيتجاب يتسلق كويس، بتشال القشره بتاعته بعد ما يتسلق، يبقى معانا بالشكل ده كده. حلو. هنقطعه مع بعض كده ترنشات شرايح يعني. حلو. سكينه زي دي كده عشان تثبت معايا، بشيل الحته دي كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ لحمه يا شيف، احلى من اللحمه. بجايب البرجر ده منين يا شيف؟ احنا مش بنلاقيه. الله، انا شفته بالصدفه. انتوا عارفين انا لما بشوف حاجه حلوه بجيبها على طول واجي بيها. ليه؟ حضرتكم بتقولوا لي كلام حلو، بتدعوا لي، لازم الطبيعي ان الواحد لازم يشتغل علشان حضراتكم. السموزي بتاع البطيخ، تجيب البطيخ تشيل البذر بتاعه، بتجيبي تلج، ما عندكيش تلج حط البطيخ في الديب فريزر شويه، انا بريحك يعني، بديكي اسهل الطرق اللي تعمليها. وعندك الخلاط، يعني الكلام ده برضو حتى اللي عندها خلاط مش بيفرم التلج، لان فرم التلج ده له انواع من الخلاطات معينه بيبقى مخصص لكده يعني عمايل السموزي. فاحنا عندنا معظمنا عندنا خلاطات عاديه، مش عشان اعمل اشرب سموزي اروح اجيب خلاط بالشيء الفلاني. فعايز اشرب سموزي اعمل ايه؟ الموز، البطيخ، المانجا، بحطها في الديب فريزر شويه تجمد، مش تتجمد قوي عشان تبقى زي التلج، لا تاخد تبريد عالي يعني. حلو. شفت انا بعمل ايه؟ بعمل سلطه البنجر بشكل جديد خالص اهو زي الفل. بعشق البنجر في بعضه كده. واعمل تتبيله دلوقتي صيني، تتكلم صيني ولكن بخفه دم مصري. تمام زي الفل يا عم الشيف. شيل ده من هنا خلاص، حط العود النعناع الحلو ده المحترم ده هنا كده في قلب الطبق، ونعمل الصلصه مع بعض ونشيل ده من هنا زي الفل. تمام. نعملها ازاي واحنا واقفين كده مع بعض؟ بنجيب بوله صغيره. طبعا البرجر خلي بالك في مشكله لما بتشتغلي فيه السكينه بيبقى لونه احمر، مكان ايدك حمار، مكان شفايفنا واحنا بناكله الاطفال بيحبوه عشان حمار زي الفراوله كده، فالحاجات دي كويسه يعني ايه. وطبعا مفيد للانيميا، ودي حاجه مفيده جدا. حلو. تعالوا بقى نحط هنا معلقه الزيت دي كده، ده زيت سمسم زي الفل. تمام. ده زيت سمسم، معلقه عسل صغيره. مفيش بقى هنا ايه، دايما البنجر بيستخدموا معاه حاجات كده في الطعم، والبرجر بريء طبعا من الكاتشب والمايونيز والحاجات اللي احنا عارفينها. معانا شويه صلصه من اللي انا عاملهم من شويه بعد ما تبرد، قلبهم كده، سنه شبت صغيره من اخونا الحرامي ده اللي بيسرق الطعم، تكسر السكريات اللي موجوده شويه. شفت الصلصه دي؟ ما حطيتش ملح، حط صويا صوص، ما نحطش ملح خالص، والصويا صوص انا حطيتها على السويت شيلي. خلي بالك عمليه الملح كنترول هنا وانت بتعملي السلطه دي بالذات. ناخد الصلصه دي يا عم الشيف. يلا قول معايا الصوره الحلوه عشان نعالج الانيميا. الاطفال الحلوين اللي عايزين يتمتعوا بصحتهم وطلوع السلم والتنطيط وعندهم انيميا ويحسوا بالكسل ويحسوا بالهبوط، البنجر ده مفيد جدا. الرياضيين مفيد جدا، ملوش علاقه بالسكريات خالص، السكريات اللي فيه سكريات امنه. عندنا مشاكل مع السكر مفيش مشكله لما نستعين ونستشير الدكتور الباطني او الدكتور تغذيه زي ما حضراتكم حابين. الصلصه لطيفه زي نازله تنسجم وتتناغم مع البنجر. بالف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده اعتقد ان فيها شويه بساطه شويه سهوله، قدرنا ان احنا نرضي كل افراد الاسره،
اللي مش بيحب الفراخ عملنا له رومي، اللي مش بيحب الاسباجيتي عملنا له نودلز من المطبخ الصيني، وعملنا كمان سلطة البنجر بشكل جديد. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى حتى من المطابخ العالمية. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.